أكيد قعداتنا وجمعاتنا ما بتكمل إلا بشي طيب. الشيف جوزيف اليوم رح يعطينا أفكار طيبة وعديدة من الفينجر فود. هاي ملك. هاي شيف. كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ نشكر الله. شو محضرنا اليوم؟ اليوم حنعمل فينجر فود سبيشال ايفنتس. على طول بيجينا ايفنت نعمل فيها فينجر فود، بيكون عندنا اولاد، بيكون عندنا اصحابنا، اي شيء على السريع يتاكل باليد. حنعمل كم طبق. اوكي. حنعمل اول طبق هو الدجاج، اكثر العالم بيروحوا على المطاعم يطلبوها، اللي هي مثل هذا التشيكن ستريبس، اما التشيكن تندر. اوكي. بيقولون حنعمل شيء مثله بس نكهه جديده. اول شيء حنطبل، حنحضر الباتر تبعها، الليكويد تبعها. اوكي. حنجيب جاد. يعني الصوص النقعه فينا. لا مش الصوص، العجينه اللي حنقليها فيها. العجينه. اوكي. العجينه حنقليها فيها. جاد تجيب معي شيء تخفق. مثل الفيشن شيبس تقريبا. تقريبا. اوكي. حناخذ كوكونات ميلك، نغير شويه طعمه. حلو، طعم جديد. طيب الكوكونات مع الدجاج. اكيد. حنحط شويه سبع بهارات. بابريكا. طيب شو الفرق يا شيف بين الفينجر فود والكنبي؟ ما في كثير فرق. ما في كثير فرق بالحجم. في فرق بالنوعيات اللي بتستعمل. عاده هيك اشياء هن اكثر فاست فود، اكثر بنعتبرهم شيء اسهل. الكنبي هي اشياء بتنعمل اكثر لاعراس، لريسبشن كثير، يعني اشياء فانسي فيها. ايه فانسي، بنشغل فيها كافيار وما كافيار. هودي اشياء اكثر خرج قعده على رايق سلبي، يعني تي في. فوتبول مثلا، قعده اصحاب جاذرينج. فحطينا بابريكا، حطينا سبع بهارات. حنحط سلري سولت، ملح السلري. سلري هو نوع من البصل. الكرافس. الكرافس. الكرافس بنستعمله بالشوربات. الملح تبعه. اكيد حنحط ملح بحر. فلفل اسود. بهار اسود. كمان مثلا على هيدي الطريقه شو فينا نعمل؟ سمك رادس، اي شيء. سمك اللحمه ما خضرة. لا حرام. ليه حرام؟ لأن اللحمه المقليه بقلب عجينه ما لها معنى، ما فيها طعمه. يعني اللحمه حرام اذا شافت فيليه ما شغله، تكون معموله بطريقه مشويه. ملعقتين طحين، ملعقه سميد. اوكي. بنعطيها الكورن ميل هالقرشه. هي الخلطه الاساسيه للفيشن شيبس فينا نقول. شو هي يا شاب؟ هي طحين، بيض، مية الشعير، عصرة حامض، وبس. هيدي هي. طب كنت عم تقول انه فينا كمان نستخدم خضار، مثل شو مثلا؟ اسبرج، باذنجان، كوسا. تروح مطعم الصيني بتلاقي في عندك على طول تمبورا معموله بالخضار للناس الفيجيتيريان. منيحه هيدي اذا كان عندنا مدعوين فيجيتيريان او ما يعني ما كثير بياكلوا لحوم، فنقدر نرضي لهم ذوقهم بهيدي الطريقه. هي العجينه تبعنا هون عم نحضرها اكيد. بدنا ناكد انه كلها دايبه. البهارات فيها ريحه البهارات كثير طيبه، كثير قويه. مزبوط. طيبه.